هنعمل النهارده اكله مصريه اصيله، انا بسميها بصراحه اكله الزنقات. ليه؟ عشان هحط فيها كل حاجه موجوده عندي. يعني هتفتحي كده درج الثلاجه تشوفي كل الخضار اللي موجود، تحطيه مع اللحمه او الفراخ او حتى اي او كده قرديحي من غير لحوم، ويبقى طاجن تورلي معطب. وصفه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، مكوناتها سهله قوي، وهنعمل كده تتبيله بسيطه قوي ليها تفرق جدا في الطعم. طيب تعالوا نسميه بالله ونشوف طاجن التورلي باللحمه مقاديره عباره عن ايه. معاه كيلو لحمه متقطعه مكعبات، انا بحب التقطيع الصغيره دي، شايفين التقطيع عامله ازاي اهي، ما بتاخدش وقت في السوى، عشان انا مش بحب اسلقها قوي في الطاجن ده، بحب ان هي تستوي في المرقه او في الصلصه بتاعه الطاجن، فبتفرق جدا. فمش عايزه اجيب لحمه تقطيعاتها كبيره فلاقي ان هي الخضار استوى واللحمه عندي لسه بتشد، فانا اصغر تقطيع عندك قطعيها للحمه، يعني ممكن كمان اصغر من دي، قطعه تبقى اتنين. معايا كمان خضار بقى كتير بقى، يعني ما تعدوش الخضار، معايا بسله وجزر وكوسه وبطاطس، عايز تحطي ارنبيت تحطي، تحطي بتنجان تحطي، اي خضار في فاصوليا برده، كل حاجه في درج الثلاجه حطيها. هنحط كمان بطاطس زي ما قلنا وكوسه، ومعايا بصل فلفل رومي او فلفل حامي على حسب، لو حابه الطاجن يبقى مشطشط كده. معايا كمان توم مفروم، زيت وسمنه ملح وفلفل جوز الطيب، وفصين ثلاثه مستكه هنشوح بيهم اللحمه، بيدوا طعم خرافه، يعني مش قادره اوصف لكم. فصين المستكه على قد ما هو مكون بسيط بس فعلا بيفرق قوي في طعم تشويح اللحم. طيب نشغل كده بس نعلي النار عشان عايزه الحله بتاعتي تبقى مولعه. طيب التسبيكه بتاعه الطاجن هنعملها ازاي؟ كوبايتين او ثلاث كوبايات من عصير الطماطم، بصل مفروم، معلقه صغيره ثوم مفروم، قرن فلفل حامي، ومعلقه كبيره من صلصه طماطم، ملح وفلفل. دي كده مقادير ايه التسبيكه. للوش بقى والتكه دي هتاخدوها وتدعوا لي عليها. بعد ما الطاجن يخرج عندي من الفرن، طبعا النسخه بتاعتي بتستوي عماله تشكشن جوه، هديها معلقه سمنه متحمر فيها شويه بابريكا، وما اقولكيش بقى اللون وطعم وريحه خرافه. للتزيين بقى شويه بقدونس، فلفلايه حاميه كده حلوه مولعه على وش الطاجن، وتبقى اكلتي خلصت وتمام التمام. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ هجيب معلقه، تعالوا كده نجيب معلقه هنا، نحط شويه زيت صغننين، حبه زيت صغيرين. انا هعمل ميكس بين ايه؟ بين الزيت وبين السمنه. عايز تحطي سمنه نباتي، سمنه بلدي، اي نوع سمنه موجوده عندك، عايز تحطي زبده بقري او جاموسي ممكن برده، مفيش اي مشكله. وناخد اللحمه الحلوه بتاعتي، انا هشوح اللحمه الاول، هتدي نتيجه حلوه جدا جدا. هديها تقلبتين ثلاثة كده وهنزل بإيه؟ وهي بتتشوح أنا مش هزود ملح عشان مش عايزة الملح يأخر السوى عندي، فهعمل إيه؟ هديها رشة فلفل أسود كده حلوة، ونديها بقى إيه؟ فصين مستكة، ودوقي بقى أحلى طعم طاجن. آدي أهو. ونشوح بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. لازم الخطوة دي بتفرق في إيه؟ هقول لكم أنا بتفرق في إيه؟ بتخلي اللحمة طعمها حلو جدا، بتخلي المسام بتاع اللحمة تقفل، فبتلاقي إن اللحمة طرية جدا كده وجوسي، بتخلي كمان اللحمة طعمها متشوح مش ان هي مسلوقة. يعني في ناس ممكن تعمل طاجن التورلي ده باللحمة المسلوقة، حلوة مش وحشة، بس الخطوة دي بتفرق قوي فيها. شوية فلفل اسود زي ما قلنا مع فصين ثلاثة مستكة، عايز تحطي حبهان حطي، تحطي ورق لورا. ريحة المستكة خرجت عندي على طول وانا مش شامة اي ريحة زفارة خالص في اللحمة. طيب وانا عندي اللحمة بتتشوح، تعالوا كمان نبتدي في التسبيكه عشان يبقى كله عندي مع بعض. طيب انا اقدر اشوح اللحمه الاول وبعدين انزل بالبصل، واقدر ان اشوح البصل الاول وبعدين انزل باللحمه، يعني دي او دي ما فيهمش اي مشكله، بس انا بحب خصوصا في طاجن التورلي ان انا انزل باللحمه الاول تتشمع كده وتاخد تحميره حلوه، بعد كده انزل بالبصل، يعني دي او دي انت براحتك انتوا. تعالوا بقى كمان نشغل عشان التسبيكه. تسبيكه الطماطم التقليديه جدا، ما فيهاش اي حاجه مختلفه ولا فيها حاجه يعني معضله تقلقك ان انت تعمليها. بص بقى، اقدر ان انا اضيف بصل مفروم تمام في الوصفه دي، او بصل متقطع التقطيعه دي، يعني دي او دي تمام. انا بقى هعمل ايه؟ هاخد ميكس تشويح مع اللحمه، شويه من دي وشويه من دي، يعني اختياري، عايز تحطي ده بس ده بس مفيش مشكله. واللحمه عندي بتتشوح، هنزل بشويه من البصل ده وشويه من البصل ده، ونقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض.
كل ما شوحتي اللحمه كويس وتملتي تحميرها مظبوط كل ما هتديكي طعم احلى واحلى. على ما نجي انزلها كده على طول واروح حاطه التسبيكه والخضار والكوسه والكلام ده احس ان الموضوع كده مسلوق شويه. فالخطوه دي بتفرق قوي عموما على فكره في اي طاجن، يعني هتعملي مثلا طاجن باميه باللحمه، طاجن كوسه، بس بطاطس برده، كل الكلام ده خطوه التشويح مع بقى فصين المستكه بيخلوا الطاجن ريحته حلوه جدا. شوح كل الكلام ده، وبرده هبتدي عندي هنا في التسبيكه معايا شويه زيت. تعال ننزل بقى باقي البصل هنا، ممكن ننقل الناحيه الثانيه دي اهو، لا عندي هتنجزني اكتر اعمل كده. خلاص اشتغلي بقى اهي. يبقى عندي عملت ايه؟ جبت حته سمنه، شويه زيت صغيرين، ممكن تعملي سمنه بس او زيت بس، شوحت اللحمه مع فصين مستكه وملح، ما حطيتش ملح، وفلفل اسود، وحطيت البصلايه. هفضل اقلب لحد ما تاخد، يعني انتوا في البيت قلبوا لحد ما تاخد لون ذهبي حلو، تحسي ان لون اللحمه كده كانها مستويه، كاني لما مثلا بنسلق لحمه واجي احمرها بعد كده مثلا للفته بتبقى كلها لونها ذهب. انا عايزه اوصل في التحمير للمرحله دي عشان تديكي طعم حلو. نفضل نقلب كده، هدي كمان سنه سمنه نونو خالص صغننه مع ايه؟ البصلايه. يبقى حطيت عندي، انا لسه هعمل هنا التسبيكه، حطيت ايه؟ حطيت البصل، هيدبل حاجه بسيطه وبعدين ابتدي انزل بالثوم. ممكن انزل كمان في الثوم في الطاجن بسنه الثوم دلوقتي وشويه الفلفل. بصوا الثوم قد ايه، هنزل بقى قد ايه، حته صغيره خالص مش اكتر من كده، وادي الفلفل. وشوحي بقى كل الكلام ده. يا صباح الهنا يا مدام سهام. صباح الخير يا قمر. صباح الهنا والسعاده حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، وانت عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ والله بخير طول ما انا بسمع صوتك الحلو ده، وانا بتشرف وانا بشوف وبسمع صوتك كل حاجه. يا روح قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبك. يا توته والله حبيبتي، والله ربنا ما يحرمني منك ابدا. تعيش تعيش يا حبيبه قلبي. وبكلم على محمد واستاذ سباعي وآية كل اللي عنده كلهم والله بيسلموا عليك، كل سنه هم طيبين وانت طيبه يا رب، وفيهم شر المرض يا رب يا رب اللهم امين. طمنيني صحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا رب، دايما نحمد ربنا على طول حبيبي. الحمد لله حبيبتي يا مدام سهام، صباحك هنا وسعيده. صباحك يا قمر حبيبتي، صباحك زي الفل. طيب عملنا ايه؟ حطيت ملح، حطيت مصممه ان انا حطيت ملح، فلفل اسود ومستكه، شوحت البصل بتاعي مع اللحمه، اديت شويه الفلفل، بصلايه كده صغنونه مكعبات او نحط كله بصل مفروم مفيش مشكله. بصوا بقى اللحمه عندي مفيش ميه ازاي في الطاسه في الحله اهو، شايفين؟ بصوا الريحه اصلا لوحدها لو زودتي شويه ميه كده، بق ميه بق ميه، خلاص بقى عندك احلى طاجن لحمه من غير اي حاجه. بس احنا عايزين حاجه ايه؟ تدي كميه معينه، مش عايزه الموضوع يبقى مكلف ان انا اعمل طاجن لحمه كده بطوله، لا عايزه اديله شويه خضار كقيمه غذائيه، وكمان عشان ياكل، يعني اعمل الطاجن مثلا كيلو لحمه هيعمل لي طاجن محترم كبير. هعمل ايه دلوقتي؟ انا بشوح البصلايه، بصلايه التورلي او تسبيكه التورلي ما ينفعش تبقى نيه، يعني ما ينفعش انا اروح ضاربه عصير طماطم كده واروح نازله بيها الخضار، طعم الخضار مش هيبقى حلو، الطاجن سهل جدا ان هو يحمض منك، فبالتالي لازم طماطم او التسبيكه بتاعت التورلي تبقى متسبكه مش تقيله، يعني مش هتبقى تقيله قوي الاقي بقى ان هي اغمقت خالص، لا تبقى متسبكه مظبوط عشان تديني نتيجه حلوه. طيب زي ما قلنا لو انا هقطع اللحم مكعبات صغيره يبقى هقطع تقطيع الخضار عندي كله نفس التقطيع، عشان لما اجي اقدم الطاجن لحد، يعني يبقى عاملاه مثلا للضيوف، لازم تبقى التقطيع عندي بالشكل ده، ما الاقيش الكوسايه كبيره البطاطسايه صغيره، لا كمان الكوسه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه قوي، فبالتالي قطعيها كبيره شويه، ممكن البطاطس قطعيها اصغر لكن الكوسايه خليها كبيره شويه عشان ما تتهريش منك. طيب هنزل في المرحله دي في ايه؟ معايا كده الخضار اهو، والبطاطس هصفي بس الميه بتاعتها، والبيك بوس بقى بتاعنا اللي هيعمل شغل عالي جدا. احط بس عيني رايحه للطاجن للفلفل الحامي ده، فهاخده برضو احط منه هناك. تعالوا بقى كده، حاضر يا استاذ سباعي، هنزل بده كده عندي، وادي تقليبه، كل الخضار اللي يخطر على بالك حطيه في الطاجن ده. يعني انا حماتي حبيبه قلبي طبعا بقدم لها احلى تحيه، تحط فيه بتنجان، ودي كانت حاجه جديده بالنسبه لي،
ان في بتنجان بس بتحط طعم زي السكر. هستخدم لا انا ما دام نادية الاول بقى هسيب الكيس. صباح الهنا والسعاده الفل يا مدام نادية، عامله ايه؟ انا مبسوطه ان انا بسمع صوتك ان انت بخير، والله دي بالدنيا كلها. اخيرا اخيرا انقذني القدر حبيبه قلبي دايما كده يا رب في احسن صحه قولي يا رب يا رب. قولي يا رب يا توتة عمر اللي يقول يا رب ما ينضم ابدا. ونعم بالله صح والله ربنا يعينك. والله انا دايما حتى ربنا قدامي وفي كل شيء بجد. حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويزيدك من فضلك. لو الناس كلها هتعمل كده الدنيا هتبقى بخير صح بجد والله. صح والله عامله ايه وايه الحاجات الحلوه دي؟ اعتقد انطر لي حاجه كده بقى على قديمه. انا عجبني قوي الفراخ اللي كانت عامله زي الفشار دي. دي كانت جميله امبارح. اسمها ايه عشان انا جاهله اسمها؟ لا يا روحي أيوة. ده انت سبت الناس كلهم والله. الله يخليك حبيبه قلبي. اسمها سويت شيلي. ايوه سويت شيلي، سويت شيلي صوص. حاجه دلع كده من بتاع اليومين دول بجد والله. انت كل حاجه حلوه بتعمليها حبيبه قلبي ربنا يكرمك. حاجه ما عملتهاش انا عينيا ليكوا والله. انتوا بس امور وانا عينيا ليكوا. ربنا يخليكي لينا، انت محبوبه وليكي جمهور كبير والله حبيبه قلبي. ربنا ما يحرمني منك ابدا. زي الاستاذ سباعي بقى ومنور كنترول اهو كل حبايبنا وايه. وقولي لي انت الاسامي طبعا عشان ايه معنى ايه وباسم وندى ومحمد وطبعا البيج بوس بتاع الكنترول كله استاذ سباعي وهنا حبايبي اللي موجودين يعني الكاميرات طبعا طبعا منورين الدنيا كلها. الله يخليكي. وشيف سيد صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي. صباح عليكي والله بخير بخير طول ما انت بخير يا رب. ربنا يخليكي وتسلم ايديك يا رب حبيبه قلبي. صباحك هنا وسعاده. صباح الفل عليك يا رب. صباحك ورد يا روح قلبي. ركزوا بقى معايا انا عملت ايه. نزلت بالخضار ولسه كنت هتكلم عن الخضار بس هنزل بالتسبيكه. حطيت الزيت او السمنه، شوحت البصلايه خدت لون ذهبي حلو، نزلت بسن الثوم، نزلت بقرن فلفل حامي مفروم، رشه فلفل اسود، واروح نازله على طول بعصير الطماطم بتاعي ينزل ياخد كل الطعم الحلو اللي عندي هنا. انا مش هسيب ولا نقطه اهي. حاضر يا استاذ سباعي. طب هقول لهم كلمه سريعه كده قبل ما ناخد الفصل. انا استخدمت في الوصفه دي خضار من شركه ساندرا، وزي ما انتم عارفين دي شركه خضروات حاجتهم زي الفل. انا استخدمت كيس مشكل فيه بسله وجزر وفاصوليا. تقدري تحطي اي خضار انت عايزاه، ممكن تحطي كمان قرنبيط على فكره هيبقى حلو جدا. والشركه التوصيل عندها مجانا لاي مكان، يعني هتطلبي الاوردر بس هتدفعي حق المنتجات من غير ولا جنيه توصيل، فدي نقطه مهمه. هنزل باقي الخضار كله. يبقى كده ايه، نزلنا بكل الحاجات. انا وديت البطاطس فين؟ جيب البطاطس حالا عشان الحاجات دي تشوح مع بعض على ما ناخد الفاصل السريع جدا ونرجع ليكم على طول. الطماطم عندي شغاله اهي ولونها حلو جدا جدا وريحتها تحفه. انزل بالبطاطس وناخد فاصل جري على طول نرجع ليكم من تاني نكمل الطاجن واكون كمان طلعت الطاجن من الفرن. يستاهل ان انتوا ترجعوا على الشكل ده، يعني احسن ما استاذ بقى يرجع علينا شخصيا. حته طاجن تورلي متسبك حاجه يعني عظمه، سهل جدا وبسيط، كميه خضار حلوه قوي، اللحمه واخده توابل بسيطه وهي دي الميزه ان انا مش حاطه توابل كتير لان انا مش بعمل اكل يعني تجاري، لا كل ما عملتي حاجه بسيطه كل ما اديتك طعم حلو جدا. طيب حاجه عندي اتشوحت هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يعني هي بتدخل كلهم في السوا، هروح مديه رشه ملح كده بسيطه ورش جوز الطيب. وجوز الطيب دي عشان في ناس كتير مش بتحبها فممكن تستغنوا عنها خالص خالص خالص، ولا كاني بقول حاجه يعني للي بيحبها يعملها يحطها عادي مفيش مشكله. هذه مثلا ربع معلقه صغيره ما تكتروش منها عشان كترها بيمرر الاكل، فناخد بالنا بس من الحاجات البسيطه. طيب الطاجن عندي كده تمام، شايفين الالوان حلوه جدا، الريحه تحفه، خضار كتير كده مالي مركزه، كل نوع خضار انت بتحبيه زوديه على حسب ما انت حابه. في الخطوه دي وكمان التسبيكه بتاعتي كنت اقول لكم اتثبتت، التسبيكه اتثبتت وريحتها حلوه قوي. طبعا انا مستخدمه طماطم مركزه زي ما دايما بقول لكم كل مره، فبالتالي ما خدتش وقت عندي تسبيك على النار، لكن لو انت هتستخدمي طماطم يعني هتضربي طماطم في الخلاط يبقى لازم تستني عليها تعزل شويه وتبتدي الماده الدهنيه تخرج فوق عشان تديني نتيجه حلوه قوي. هعمل تكه بقى للحبايب كده. عندي سمنه اهي، سمنه حطيت معلقه سمنه كبيره وانزل عليها بمعلقه كبيره من البابريكا وقلب قلب قلب. تعالوا بقى على هناك ونزلي على وش الطاجن. الخطوه دي خطيره مش قادره اوصف لكم بتفرق ازاي في طعم ونتيجه الطاجن في الاخر.
انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنقل الطاجن بتاعي او الحله بتاعتي هنا، اجيب بس منديل، وعايزه كمان ايه؟ تعالى ناخد دي اهي، المفروض نحط ده كده عشان يظبط عندي. بصوا بقى التسبيكه عامله ازاي، بصوا الجمال اهي. انا طبعا هقلب، يعني انت ساعه التقديم قلبي كله مع بعض اهي، خطير. عشان ايه الخطوه اللي احنا حطيناها في الاخر دي توصل للطاجن كله، فانا هدي تقليبه كده بسيطه اهو. عايزين يعني سيبكوا بقى من التقديم اللي احنا عاملينه ده، انت عايزه طبق يكون غويط وتروحي حاطه فيه شويه رز بشعريه وكبشتين ثلاثه من الخضار وبس، محدش يجي جنبك بقى، اقعدي عيشي جوه الطاجن. طيب هنعمل ايه؟ الطواجن دايما لازم لازم اي شغل بعمله في طاجن لازم يبقى سخن جدا. ليه؟ عشان الطاجن بتاعي هياخد وقت كبير على ما يبتدي يسخن، فمش عايزه الاكل عندي يطول وافضل قاعده جنب الفرن والكلام ده. يبقى الطاجن عندي سخن جدا، خارج من الفرن نديله كده يعني دهنه سمنه صغيره، واروح نازله بالخضار عندي هنا اهو. نقرب كده هنا، طبعا انتوا بقى اكيد مش تقعدوا تحطوا بالمعلقه، روح نازلين كده هيلا بيلا على طول بودي، بس الحله تقيله. خلاص انا كده يعتبر خلصت، هنبتدي بقى نحط اللحمه بتاعتي بالخضار التورلي كله على بعض، وظبطت الملح طبعا قبل ما ادخله، لاني خلاص الحاجه بتاعتي مش هتاخد وقت خالص، كل حاجه عندي متقطعه صغير، فبالتالي الموضوع يا دوبك في الفرن نص ساعه، وكلي بقى احلى طاجن تورلي في الدنيا. ادي اهو، مش عايزه املاه قوي لان لسه هحط عصير الطماطم. سامي بالله بقى وننزل هنا على طول، شوفوا بقى الالوان قرن الفلفل ده، مين هيبقى سعيد الحظ؟ يا سموحه كل صباح الهنا والسعاده. الحلاوه دي وايه يا جماعه؟ يا رب يكرمك يا روح قلبي، انت عامله ايه؟ احلى تورلي من ايد شيف يوسف. يا رب يكرمك ويفرح قلبك حبيبتي. يا ربنا يخليك يا رب. عامله ايه في المدارس؟ في زحمه المدارس اهو والله اهو، نسال الله التفاهيم. ربنا يا رب، ربنا يعينك يا رب ويعين يا رب. اللهم امين. الدنيا كلها على حالها يا رب. يا رب اللهم امين يا روح قلبي. احلى شوف احلى صباحك هنا وسعاده. يا رب يخليك يا رب يخليك. صباحك هنا وسعاده يا روح قلبي. نورتيني. سلام يا حبيبي تعالى. شايفين اللون؟ بصوا لون التسبيكه روعه ازاي؟ يعني بصراحه مهما بنعمل من اكلات نرجع برضو نلف نلف ونرجع، ولسه هنعمل لكم بقى نرجعكم للزمن الجميل، الرز المعمر بقى وصينيه البطاطس باللحمه في الصينيه الالومنيوم، مش حاجات بقى الدلع بتاعت الجيل بتاعنا ده، لا عايزين الحاجات تتعمل زي ما كنا بناكلها زمان. انا بقى هشيل دي كده وهنزل هيلا بيلا اهو. بصوا اللون، شايفين الحلاوه كده هنا؟ طب هل انا هسيبه على كده؟ لا، هزوده شويه ميه او شوربه عشان الموضوع ما يبقاش تقيل قوي. نعمل بس كده عشان الصلصه عندي تدخل في كل الطاجن. واوعوا تنسوا الخطوه اللي انا عملتها في الطاجن ده بتاعه البابريكا، او لو حد عايزها مشطشطه يبقى يحط معلقه شطه. خدوا بالكم ما تخلوش السمنه تسخن قوي عشان البابريكا ما تغمقش منكم وتدي طعم مر، فخدوا بالكم برده من الحاجات البسيطه دي. شويه بقى ميه مغليه كده اهو، وغطي بورق فويل طبقتين او ورقه زبده ورق فويل، ودخليه فرن سخن على 180 الرف الوسط لمده يعني 30 دقيقه مش اكتر من كده، وفي اخر 5 دقائق اكشفي بس الفويل عشان حط دول بقى عشان تبقى كده حاجه من الاخر. شايفين السهوله؟ حاجه كده يعني اكله ما بيتزهقش منها، سهله جدا وبسيطه. الطاجن ده حط دلوقتي شويه رز بشعريه انا على جنب بقى في طبق، وابتدي اكل بقى براحتي. وفيني كمان مخلل، الاكله دي تعمليها جنب رز بشعريه، تعمليها جنب رز حبايه حبايه، رز ابيض ساده خالص هتمشي معاه، يعني مش هتقول لا لاي حاجه جنبها. يا رب كل حلقه عجبتكم. عملنا مع بعض طاجن التورلي باستخدام خضروات ساندرا، حلوه جدا وحاجه يعني ممتازه. طريقه سهله قوي وبسيطه ما فيهاش حاجه صعبه، وان شاء الله يا رب انتوا كمان تجربوها وتقولوا لي ايه الاخبار. هناخد بقى فاصل سريع جدا ونرجع على طول نكمل فقرات برنامجنا مع بعض.